هذه جيت تباعا على التحرك اللي قبله على رجل أعمال الفاسد شتمشي بو، بحكم أنه لاحظنا أنه فما تبيير نرسمو تبيير رجال أعمال الفاسدين كيف شتمشي بو. باش نبداو بتعليق لي بانكارت عملوا هيب عبدالله، ما ننجمش ننسوا اللي عملوا هيب عبدالله 13 سنة وهو على رأس وزارة الإعلام، 13 سنة وهو يحكم ويسير في المشهد الإعلامي في تونس بطريقة الكل نعرفوها مافيوزية. الليلة عملوا هيب عبدالله، غدوة رجل أعمال آخر، ما زلنا باش نتحركوا والحملة متواصلة ومانيش باش نتوقفوا.